أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ومن تولاه، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، دعوته صلى الله عليه وسلم لحسين والد عمران رضي الله عنهما. ما زلنا في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للأفراد والأشخاص. أخرج ابن خزيمة عن عمران بن خالد بن طليق ابن طليق بن محمد بن عمران بن حصين قال: حدثني أبي عن أبيه عن جده أن قريشا جاءت إلى الحصين وكانت تعظمه، فقالوا له: كلم لنا هذا الرجل فإنه يذكر آلهتنا ويسبهم. يعني ما يقول إن هي لا تنفع ولا تضر يبقى بيسبهم طبعا، يعني ما كيف تنفي النفع والضر عن الآلهة اللي احنا بنعبدها؟ هذا هو السباب. فجاءوا معه حتى جلسوا قريبا من باب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أوسعوا للشيخ. يا سلام، يبقى قريش أرسلت الحصين وكان رجل كبير له مكانة وكانوا يعظمونه عشان يكلم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يعني اتبعه كثير من الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوسعوا للشيخ. وعمران وأصحابه متوافرون. عمران ده يبقى مين؟ ابن الحصين، يعني ابنه جالس مسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال حصين: ما هذا الذي بلغنا عنك أنك تشتم آلهتنا وتذكرهم وقد كان أبوك حصينة وخيرا. كان أبوك حصينة يعني شديد الإحكام لدين آبائه، يعني على دين آبائه، على دين آبائه بإيه؟ يعني باقتداء تام. فقال: يا حصين، إن أبي وأباك في النار. خلاص سيبنا من اللي فات، إن أبي وأباك في الإيه؟ في النار. هو من حسن العشرة للتسلية بالاشتراك في المصيبة، يعني بيسلي يعني. قال النووي رحمه الله: فيه أن من مات على الكفر فهو في النار ولا تنفعه قرابة المقربين، وفيه أن من مات على الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النار. خلي بالنا الحتة دي، الجزئية دي مهمة قوي، فنركز شوية فيها. وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة، فإن هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين. قال العلامة ابن حجر في الزواجر: أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد أكرمه الله تعالى بحياة أبويه له، أن الله أحيا له أبويه بعدما مات، وليس هذا ببعيد عن الله، على الله سبحانه وتعالى. كانت معجزة إحياء الموتى لسيدنا عيسى وأعطيها النبي صلى الله عليه وسلم، لم تكن معجزة لنبي إلا أعطي النبي صلى الله عليه وسلم مثلها وخيرا منها كمان، فلا يعني حرج على فضل الله. قد أكرمه الله تعالى بحياة أبويه له حتى آمن به، كما في حديث صححه القرطبي وابن ناصر الدين حافظ الشام وغيرهما، فانتفع بالإيمان بعد الموت على خلاف القاعدة إكراما لنبيه صلى الله عليه وسلم. كذا في رد المختار، في رد المحتار قال ابن عابدين رحمه الله: وهذا لا ينافي ما قاله الإمام في الفقه الأكبر من أن والديه صلى الله عليه وسلم مات على الكفر، ولا ما في صحيح مسلم: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. وما فيه أيضا أن رجلا قال: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: في النار. فلما قفى دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار، لإمكان أن يكون الإحياء بعد ذلك. وأما الاستدلال على نجاتهما بأنهما مات في زمن الفترة فهو مبني على أصول الأشاعرة، أن من مات ولم تبلغه الدعوة يموت ناجيا، وأما مات ريدية فقد قالوا إن من مات قبل مدة يمكنه فيها التأمل ولم يعتقد إيمانا ولا كفرا فلا عقاب عليه، بخلاف ما إذا اعتقد كفرا أو مات بعد المدة غير معتقد شيئا. نعم، البخاريون من الماتريدية وافقوا الأشاعرة وحملوا قول الإمام لا عذر لأحد في الجهل بخالقه على ما بعد البعثة، واختاره المحقق ابن الهمام في التحرير،
لكن هذا في غير من مات معتقدا للكفر، فقد صرح النووي والفخر الرازي رحمهم الله بأن من مات قبل البعثة مشركا فهو في النار. وعليه حمل بعض المالكية ما صح من الأحاديث في تعذيب أهل الفترة بخلاف من لم يشرك منهم ولم يوحد، بل بقي عمره في غفلة من هذا كله، ففيهم الخلاف. يعني أهل الفترة فيهم خلاف إذا كان منهم مشرك كامل الشرك أو كان بقي عمره كله في غفلة، وبخلاف من اهتدى منهم بعقله كقص بن ساعدة. قص بن ساعدة معروف أنه هو كان من أهل الفترة الموحدين الذين لم يعبدوا الأصنام والأوثان ولم يشرب الخمر وكان يحيي الموءودة، وزيد بن عمرو بن نفيل أيضا، فلا خلاف في نجاتهم. وعلى هذا فالظن في كرم الله تعالى أن يكون أبواه صلى الله عليه وسلم من أحد هذين القسمين اللي هما الناجيان. وبالجملة كما قال بعض المحققين أنه لا ينبغي ذكر هذه المسألة إلا مع مزيد الأدب، وليست من المسائل التي يضر جهلها أو يسأل عنها في القبر أو في الموقف، فحفظ اللسان عن التكلم فيها إلا بخير أولى وأسلم. نعم. وقال بعض المحدثين إن الصحيح في أصحاب الفترة أنهم يمتحنون يوم القيامة، فلا يحكم مطلقا بأنهم أصحاب الجنة أو أصحاب النار. قال الحافظ في الفتح: وقد صحت مسألة الامتحان في حق المجنون ومن مات في الفترة من طرق صحيحة. وحكم البيهقي في كتاب الاعتقاد أن المذهب أنه المذهب الصحيح، وتعقب بأن الآخرة ليست دار تكليف فلا عمل فيها ولا ابتلاء، وأجيب بأن ذلك بعد أن يقع الاستقرار في الجنة أو النار، وأما في عرصات القيامة فلا مانع من ذلك. وقد قال الله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وفي الصحيحين أن الناس يؤمرون بالسجود فيصير ظهر المنافق طبقا فلا يستطيع أن يسجد. نعم، كلام كبير. يعني يا حسين، النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبه: كم تعبد من إله؟ أنت ليه كم إله بتعبده بقى؟ ما كان عندهم 360 صنم حول الكعبة قبل المبعث الشريف ولم تهدم إلا في فتح مكة. يا حسين، كم تعبد من إله؟ قال: سبعا في الأرض وواحدا في السماء. قال: فإذا أصابك الضر من تدعو؟ قال: الذي في السماء. قال: فإذا هلك المال من تدعو؟ قال: الذي في السماء. قال: فيستجيب لك وحده وتشركهم معه، أرضيته في الشكر أم تخاف أن يغلب عليك؟ يعني أنت تدعوه لأجل أداء الشكر أم تخشى أن يضرك أو يتخلى عنك ولا يدفع عنك الضر؟ إيه الموضوع؟ قال: ولا واحدة من هاتين. قال: وعلمت أني لم أكلم مثله. حسين بيقول يعني أنا ما لم ألتقي بإنسان مثله صلى الله عليه وسلم. قال: يا حسين أسلم تسلم. قال: إن لي قوما وعشيرة فماذا أقول؟ أنا لي يعني ناس يعني يقولوا أنا الكبير بتاعهم، وروحت كده وبدل ما عقلك أنت اللي خليتني أدخل في الإسلام، بدل ما رجعك عن اللي أنت فيه، ماذا أقول؟ قال: قل: اللهم إني أستهديك لأرشد أمري وزدني علما ينفعني. فقالها حسين فلم يقم حتى أسلم، فقام إليه عمران فقبل رأسه. عمران ابنه كان جالس بقى، لما أسلم أبوه الحسين قبل رأسه ويديه ورجليه. بر، شوف بر الوالدين، رأسه ويديه ورجليه، خمس مواضع. يعني ينبغي للابن كده إذا أراد أن يبر والديه أن يقبلهما: الرأس واليدين والرجلين. فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بكى وقال: بكيت من صنيع عمران. دخل حسين وهو كافر فلم يقم إليه عمران ولم يلتفت ناحيته. مفيش عملية البراء والولاء، الولاء والبراء عندهم واضحة جدا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. خلاص. نعم. قد كانت لكم أسوة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله
كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. فعلى طول تبرأ. ولما دخل الحصين وهو كافر لم يلتفت إليه ولم يقم له عمران. طب لما أسلم قال فلما أسلم قضى حقه فدخلني من ذلك الرقة. فلما أراد حسين أن يخرج قال لأصحابه قوموا فشيعوه إلى منزله. فلما خرج من سدة الباب رأته قريش فقالوا صبأ وتفرقوا عنه. صبأ يعني خرج من دينه واختار دين محمد، وكانوا يقولون لمن ترك دينه صبأ. كذا في الإصابة. دعوته صلى الله عليه وسلم لرجل لم يسمى. أخرج أحمد عن أبي تميمة الهجيمي عن رجل من قومه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل فقال أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال أنت محمد فقال نعم قال ما تدعو قال أدعو الله عز وجل وحده من إذا كان لك ضر فدعوته كشفه عنك ومن إذا أصابك عام يعني شدة وقحط فدعوته أنبت لك يعني أنبت لك الزرع والأرض ومن إذا كنت في أرض قفر في أرض قفر فأضللت يعني ضلت راحلتك فدعوته رد عليك فأسلم الرجل ثم قال أوصني يا رسول الله قال لا تسبن شيئا أو قال أحدا شك الحكم قال فما سببت بعيرا ولا شاتا منذ أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحيانا الواحد كده يبقى راكب سيارة وتزرجن منه ولا تعمل حاجة كده ولا يعني يسرح فيقوم شاتم العربية. طب بتشتم العربية ليه؟ الناس بتسب يعني حتى الجمادات حتى الله العفو والعافية. دعوته صلى الله عليه وسلم لمعاوية ابن حيدة رضي الله عنه. أخرج ابن عبد البر في الاستيعاب وصححه عن معاوية ابن حيدة القشيري قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ما أتيتك حتى حلفت أكثر من عدد الأنامل وطبق بين كفيه إحداهما على الأخرى ألا آتيك ولا آتي دينك فقد أتيتك أمرا لا أعقل شيئا إلا ما علمني الله وإني أسألك بوجه الله العظيم بما بعثك ربنا إلينا قال بدين الإسلام قال وما دين الإسلام قال أن تقول أسلمت وجهي لله وتخليت يعني تخليت عن عبادة الأوثان وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وكل مسلم على كل مسلم محرم يعني العرض والمال والدم وهذه الأشياء أخواني نصيراني لا يقبل الله ممن أشرك بعدما أسلم عملا حتى يفارق المشركين ما لي أمسك بحجزكم عن النار ألا وإن ربي داعيا ألا وإن ربي داعيا وإنه سائلي هل بلغت عبادي فأقول يا رب قد بلغت ألا فليبلغ شاهدكم غائبكم ألا ثم إنكم تدعون مفدمة أفواهكم بالفدام يعني مكممة ثم إن أول شيء ينبئ عن أحدكم لفخذه وكفه أول شيء أتكلم يوم القيامة الفخذ والكف قال قلت يا رسول الله هذا ديننا قال هذا دينك وأينما تحسن يكفك وذكر تمام الحديث فهذا هو الحديث الصحيح بالإسناد الثابت المعروف وإنما هو لمعاوية بن حيدة لا لحكيم أبي معاوية وقد أخرج قبله حديث حكيم هذا أنه قال يا رسول الله ربنا بما أرسلك قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وكل مسلم على كل مسلم محرم هذا دينك وأينما تكن يكفك هكذا ذكره ابن أبي خيثمة وعلى هذا الإسناد عول فيه
هو إسناد ضعيف وكذا في الاستيعاب وكذا، وقال الحافظ في الإصابة، ولكن يحتمل أن يكون هذا آخر، ولا بعد في أن يتوارد اثنان على سؤال واحد، ولا سيما مع تباين المخرج، وقد ذكره ابن أبي عاصم في الوحدان، وأخرج الحديث عن عبد الوهاب بن نجدة، وهو الحوطي شيخ ابن أبي خيثمة فيه. انتهى. ونكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله في المرة القادمة، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.